اعتبر من خطاه مر الاخطاء علينا. هاي الربع طالبكم قفلوها على ذا البيت، قفلها يا نايف. نايف نايف خلها تحت الهواء. قناه السراري في وجع علي القشيري. لا 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 الله انا بايع اليوم. الله يلعن الورعنه يا شيخ يا عيال. لا يا عيال خلاص يا اخي. تطاردوا تطاردوا بحاج، ما تجي منك وانا اخوك. انا نسوي جالس نسوي. سام لا سلطان ماني براش سلطان ماني انا انت ما بالسوق بحاج. وقف خالد الدوس وقف ترى بحذفها والله لا حذفها والله لا حذفها. لا حد ياكل لا حد ياكلها والله يا عيال والله ما نعمه يعني بعدين. لا نعمه صح والله كلام جميل هذا امير مدد. ايش سماجه؟ لا بالعكس اللي سووه طبيعي يا اخوان احنا رياليتي والله نبردنا. اي والله احس اني استانست انا ارتحت نفسيا. يعني لا تستبعد. ليش انا قلت انه عادي؟ لاني والله انت فكرك في هذه تراهم بيطولون. انا ليش قلت عادي؟ لاني ناوي اسوي رجل جواع يا احمد بروح. اضرب لك واحده كامله كذا على الفطور. عانوا جاهز عنده ايش اسمه؟ اي لحد قلوش. نعم حرام حرام يا عيال حرام. والله انا شوي عيال خل في شيء حرام من هالشنيعه بس اعطوني انا بس ابيك شوي بس ما بحد يهرج يعني احنا من الساعه 5 نطبخ بس اعطوني شوي للساعه 8 يا ولد ورب الكعبه للساعه 8 ايه ارخ ضوك بس شوي شغلك كاي يا اخي اعطوه مجال بس انت مريح عبد الله الشهراني انا ما استعجب العرب والله يا الحزيمي لو سطي يا الحميل لو سطي مجال نشوف شغل بس اعطى ساعتين باقي بس يا بطني ما ادري فيه والله حلقه افتح الغطاء لا راح صب صب لا في علامه بحاج ايش فيه؟ جيب كاس بحاج ايش فيه؟ صب 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 بحاج ايش فيه؟ يا لبي يا لبي يا لبي يا لبي لا 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 ابو محمد ودوك يا ريال ما تشرب ابو محمد الشايب قهاره لا لا عيزوها وين عيزوها يا رجل رجل ضغط على شيل خالص يا عيال رجل طيب تعال هاك ابو محمد اكتر اكتر ابو محمد تلعب يا عيال والله سد حل يا عيال قسم بالله ما طريقه هذه قفل الباب عتبان عنوني قفل الباب ريالتي ما هو مويه وطردني وطردك وانا الحزيمي ها بحملني بحملك علامك الحزيمي علاك الله اكبر هذه الامي ذرعت خلت قلتها قبل شوي في 41 سكرت الساعه 5 ونص 41 سكرت الساعه 6 حكم قلتها واحد ليش؟ خلاص عندي غيرها راحت الخاله خلت لا لا هذه نفس العائله هذه هذه هي نفسها بس حلوه هذه اذا جات خالص كنت نزلت عيالها عندك راحت السوق كذا يصير يا ولد خليت الحزيمي يا الحين ملك شب علينا طش علينا الملاعب انا مكل امورك يا ابو وليد بهاج انا والله ما كنت سلامك يا عيال خرج ايش طلع اسمح لا قلت شو اسمه الناقه يا عيال خرج ايش اسمه اعطني الميسم عبود عندك لا يا بهاج اعطى قروره بميع نقلتك وش اسمها ايوه 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 نبتة 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 اخر الطب الكلب يا عيال ايش الازعاج ذا لو سمحتوا بهاج
قم قم اعدائك هنا كثير. والله اللي مطفي الدنيا رحمتك شكل قصور كذا بسوي خبز يبر حرقت انا عيا طول مش والله بضغطها مش على مرش طفيت والله ما تضغطها الرجال ما يبي خلاص واحد ذنبي انت هو كيف هو ما يبغى خلاص انك مسكين انا هذا احب والله لا خليك انت الحين سعد يا مش ما تقول انا وسيخنا اقوى ناس والله يا ابو رحيم كبير هاي قال قال انا بروح حرقت بروح حرقت الله لا يوفق ابليس حرك بس مع التصريح تطوخ معه اي ما ضبط كذا خاطري احس